صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفني فيه يا برج الجدي. نبدا مع الطاقه العامه لبرج الجدي على طول. برج الجدي انت ماشي لقدام و بتفكر مش بعقلك ولكن بتفكر عموما في الحياه وانجازاتك، و عايز تستقر على حاجة جديدة أو مستقر على حاجة جديدة، في بداية لحاجة تقريبا فكرة مشروع أو حاجة. انت شكلك كده كنت تعبان من حاجة، من علاقة مثلا، فقررت ان انت تشيل بقى الهموم دي وتبتدي بداية جديدة، وبدل ما انت كنت ماسك 10 عصيان هتمسك واحدة بس وهتركز فيها وهتبتدي حاجة جديدة. ممكن تكون علاقة جديدة وممكن تكون شغل جديد، بس ارجح ان هي علاقة. يعني نشوف مشاعر الشريك ايه. دي طبعا مشاعره ونظرته ليك والخطوة اللي هياخدها ونظرته للعلاقة عموما انت وهو. طيب، برج الجدي اعتقد ان في حد مقدم لك عرض وهو الشريك. طبعا اعتقد انه برج مائي، سرطان حوت عقرب، وهنا برضو برج مائي، فالابراج المائية يعني متميزة معنا. ممكن يكون العكس طبعا، انت اللي مقدم وهو اللي بقى ايه هياخد دورك بقى العكس. فهو مشاعره مقدم لك عرض وقلبه كده بقلوب حمراء، فممكن يكون عرض مصالحة برضو، مقدم لك عرض مصالحة ومش مستحي منك كل حاجة، لا مقدم لك الكوباية وفيها سمكة، فده اصلا يعني عرض ممكن يكون مصالحة زي ما قلت لك. ان هنا انت زي ما تكون يعني مش عايز تبص على العرض ده. هقول لك ليه دلوقتي. عايز تبص لقدام وعايز تبتدي بداية جديدة. انت مشاعرك حنين للذكريات، فاعتقد ان هي علاقه قديمه يا برج الجدي، وهم قدم لك عرض مصالحه وانت انت انت عايش في جو تاني. يعني انت بتفتكر اللحظات اللي كانت في الاول خالص في العلاقه، وان العلاقه كانت في الاول حاجه حلوه وزمان كانت جميله، لكن ممكن يكون باظت بقى في النص، فانت يعني تفتكر الذكريات بس، ولكن ممكن تكون مش شايل مشاعر دلوقتي، لكن كل مشاعرك ثابته على الذكريات فقط. انما هو مقدم عرض مصالحه ليك، بيشوفك بقى عايز تبتدي بدايه جديده ولا لا. طيب، هو نظرته ليك ايه بقى؟ الشيطان. والنظره دي مش معناه ان انت انسان وحش، لا. الـ ممكن يكون هو فعلا بيقدم لك عرض مصالحة ومقدم لك كل العروض المصالحة. يعني انت لو تلاحظ ان هو بص كل الاكواب في الدنيا مقدمة وعايز يرجع، ولكن شايفك ان انت باصص قدام ومش باصص له خالص، مش عايز، رافض الموضوع ده، او من الاخر كده عايز ابتدي بداية تانية. لو سمحت ابعد عني، سيبني ابتدي بداية تانية. يعني سوري قطعت الحديث الشيق ده. احنا وقفنا عند ده، هو شايفك الشيطان. الشيطان هنا لما يجي اشوف حد بين الشيطان، مش ان هو وحش، لا، هو شايفك ان انت عمال يقدم لك في عروض وانت بتحاول تتخابس عليه. هو شايف كده، شايفك كده، ده وجهة نظره ان انت بتتخابس عليه، وان انت مش عايز تقبل العرض ده لحاجه تانية. مثلا في حاجه جواك شايلها، او شايفك ان انت لسه شايل منه وان انت قلبك اسود، لان انت بص بتفتكر الذكريات بس، وهم قدم لك عرض مصالحه وانت ما يعني ايه، لا فاكس، انا عايزه، مش عايزه اكمل الطريق. فهو شايف ان انت قلبك اسود قوي، مش عايز تسامحه. ايه ده يا اخي؟ يعني خلاص بقى، يعني اللي فات مات، لا انت عملت وعملت وعملت، خلاص يا عم. طب ده انت عرفت عليا بنات كتير، ده انت ما اعرفش انت كنت بتلف عليا، طب نسامح بعض، لا. هو شايفك ان انت بتفكر تفكير سيء، بتفكر في الحاجات الوحشه بس قوي على طول، ومش راضي تديله فرصه تانية بانه يرجع
تاني يقدم الكوب بتاعه ويديهولك ونفرح بقى كلنا ونبل الشربات. انت شايفه ايه بقى؟ بص بقى، تقريبا هو شايفك كده بسبب ده. انا زي ما قلت لك، انت هو عمل فيك حاجه خليتك تقفل منه، خليتك تبقى كده. او يعني لو انت كده فعلا، لو انت شخص، لو انت قلبك فعلا خلاص قفل منه وما بقتش تفتكر له الحاجات الا الحاجات القديمه بس، ان هو كان شخص بيتلاعب بيك وان كان وعوده كلها كدابه. خد بالك برضو، يعني ده برضو شخص بيبقى خيالي شويه، خلي بالك ماشي، يعني ده شخص خيالي وشخص بيقدم كوبايه فيها سمكه بيبيع كلام، تمام؟ فانت خايف منه على فكره ومش عايز تسمح له بانه يعدي تاني، وانت بس بتفتكر الذكريات بس مش اكتر. فانت شايف ان هو شخص كذاب. مش كذاب، بيقدم مواد فارغه، بيدخل ويخرج زي ما هو عايز في العلاقه، ومش عايز استقرار ولا حاجه، وانه كان مثلا لو بيعرف عليك ناس تانية، فعشان كده قلبك اسود منه وقفل منه. عشان كده هو شايفك الشيطان، لكن لا مش شيطان، شايف ان انت كل تفكيرك حاجه وحشه. كل ما بيجي يكلمك ويفتح معاك عرض جديد تقول له يا عم انت عملت وعملت وعملت وعملت، ده انت عرفت عليا بنات، ده انت دوخت السبع دوخات. فهو شايفك ان انت خلاص قفلت منه، لان هو عمل فيك حاجات كتير قوي. كان شخص مستهتر، مش قد كلامه مش قد وعوده، وبصراحه عندك حق يعني. طيب هو ناوي على ايه؟ ايه اللي ناويه؟ لو هو فعلا شخص جاي يقدم عرض جديد، فعلا جاي يقدم عرض جديد فعلا، وبيقول لك بقى ما تيجي بقى، وبص ده شخص خد بالك برضو، بص مش باصص للعرض، انت مش باصص له، انت باصص لقدام، او عامل نفسك باصص لقدام. خلي بالك، انت واخد بالك من اللي هو عامله، بس انت عامل نفسك باصص لقدام كانه ما فيش حاجه، كانه مش مقدم حاجه. فهو ناوي على ايه؟ هو فعلا نيته سابقه ولا لا؟ هو ناوي فعلا يقدم عرض حقيقي، فعلا حقيقي، وناوي يخطبك، ولو مفيش علاقه رسميه هيرسمها، وناوي فعلا يستقر معاك. لو هو فعلا اذاك كتير قوي من دخوله وخروجه في العلاقه، وان هو غلبك، فهو فعلا 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 ناوي، لا ناوي برج الكادي، ونيته سليمه. لو بتتعامل مع حد برج مائي يعني، فهو ناوي يخطب خلاص، وجاي يقدم الشبكه بقى ونبل الشربات. ولو شخص ما اعترفش اصلا بحبه فهو عايز يعترف وعايز يرجع العلاقه تاني ويقدم لك العرض ده، ما يبقاش قلبك اسود بقى برج كده. خلي بالك، بص انت ناوي على ايه؟ ناوي ترفض، ناوي تقول له لا انا مش عايز حاجه، مش عايز حاجه منك، ناوي تعاند. انت مقفول منه يا برج الجد، مقفول حرفيا، يعني هو شايفك قلبك اسود، لان كل ما يجي يكلمك تقول له انت وانت وانت، فانت هو عمال يقدم وانت بص ولا عندهاش، ولا كانه بيعمل حاجه، انت باصص لحاجات تانية، وهو جاي يقدم لك عروض، انت مش باصص له، اهو مش باصص له اصلا، مش باصص اصلا اللي هو بيعمله ده، ولا انش ولا بدايه جديده ولا بعد، يلا يا عم مش عايز منك حاجه، انت غلبتني. ده انت كنت تدخل وتخرج اكتر ما بنفتح باب الشقه، نخرج واحنا ونروح ونيجي. فانت كمان مقفول من العرض الجديد ده، الظاهر ان هو قدم لك عروض قبل كده كتير وانت اتقفلت منه. طب هو باصص للعلاقة ازاي؟ هو شايف ان العلاقة علاقة ساكتة وهادية زيادة عن اللزوم، وتعزلت كتير قوي، يعني بمعنى ادق ما تخص فيها قرار. ده اصلا راجل بيدخل الكهف ويقعد كتير جدا يفكر، فهي علاقة خدت اكتر من وقتها، هو شايف كده ان هي خدت اكتر من وقتها، ممكن يكون خدت اكتر من وقتها، فان احنا نرجع تاني، وان لازم يتحرك بقى، ولازم يخرج بقى بره دايره السكون دي ويتحرك. اما انت بقى، انت شايفها انها علاقه مليئه بالخذلان، مليئه بالوجع، انت اتوجعت منه قوي وكتير بما فيه الكفايه، ومليئه بالحسره والندم، وخلاك توصل لمرحله تبقى بص انت وصلت لده، وصلت لكده، خلاك تمشي تكلم نفسك في الشارع، ما بقتش عارف هو عايز ايه منك، لانه بيعمل حركات غريبه، بيدخل ويخرج
يقول كلمه ويرجع فيها، اكلمك طب هكلمك الساعه 10 ما يتكلمش، طب هنخرج يوم الخميس ما يخرجش، طب انا ههتم بيكي ما بيهتمش، طب والله هرجع ويتصلح يعني هبقى كويس ما بيعملش حاجه. فخلاك تشوف ان العلاقه مليئه بالخذلان وعلاقه مش نافعه، وان هي خلتك دايما دايما تعبان نفسيا، وتفكر دايما بان انت تمشي، وخلتك برضو شخص مش واثق من نفسه ومتعلق كده في، يقول لك متعلق في حبال ضيقه بمعنى ادق يعني. هو مقدم لك عرض يعني، بس هو عرض حقيقي بصراحه، شكله اتهدى يا برج الجدي. طب النصيحه ايه بقى يا برج الجدي؟ النصيحه بقى مختلفه طبعا. النصيحه بتقول لك لما يجي لك بالعرض ده اقبل بيه، الشخص ده بيحبك على فكره، بيحبك وبرضه عشان اكد لك، هو شكله اتعلم الدرس، انت اديت له درس قاسي وعلمته ان بان انت قلبتك وحشه. وبرج الجدي عموما بطيء في اتخاذ قراره، ولكن لما بيقلب بيقلب، بيجمد قلبه ومشاعره وكل حواسه يعني، وبيفضل عايش في الذكريات على طول. نشوف النصيحة برضو عايزة منك ايه. كينج اوف سورز تقريبا ممكن يكون الكروب بتقولك خرج مشاعرك. الكروت بص انا عمال اوضح لك، انت ماسك على مشاعرك وماسك على اللي جواك، و يعني الكروت بتقول لك اخرج، خرج المشاعر اللي جواك ده والكلام اللي انت عايز تقوله، واشتغل على العلاقه يا برج الجدي، العلاقه دي تستحق. الشخص ده عايزك بجد مش هزار، عرضه حقيقي، وبيقول لك اشتغل على العلاقه، اشتغل على الحلقة، ما تسيبهاش كده، خد القرار وخد القرار الحكيم واشتغل على العلاقة عشان العلاقة دي تستحق انها تشتغل، وما تبقاش كده. بص انت قافل على مشاعرك ازاي، ده كارت برج الجدي برضه، قافل على مشاعرك، قافل على مشاعرك. بص هو كمان يعني شايفك بشكلك الحقيقي، ده كارتك اصلا، كارت الشيطان ده كارتك، فانت مش حقيقتك شيطان، لا حقيقتك ان انت بتقلب قلبتك وحشه قوي، فانت قلبت عليه، انت جبت اخرك، قلبت عليه وجبت له النهايه وقافل على مشاعرك. فالنصيحه بتقول لك لا، سير الامور وحلها بقى، وخد القرار، وخد القرار واشتغل بقى، وخرج كل اللي جواك، اشتغل معاه، خرج مشاعرك يا برج الجدي، حتى لو الكلام جارح، حتى لو هتقول له مثلا انت عملت وسويت وحصل بينا فراق وحاجات، مش مشكله، قول له اللي انت عايز تقوله. نشوف طيب المبتعدين من برج الجدي، لو في حد بعيد عن حد وعايز يعرف عنه حاجه، مشاعره ايه حاليا وناوي يعمل ايه او في خطته يعني. مشاعره حاليا هو مشغول شوية بمشاغله، و يعني بمعنى ادق كده بيحاول مش يشغل نفسه، ولكن هو عنده مشاغل حاليا بتلهيه عن المشاعر شوية. دي بقت لوحدها. مش بقولك هو بيشغل نفسه، قلبه مكسور قوي 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 من الفراق، والرحيل قلبه مكسور قوي 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 قوي، وبيحاول يشغل نفسه عن اللي حصل بانه يشتغل ويسير اموره يرجع تاني للطبيعه بتاعته، ولكن في الحقيقه ويبان ان هو مفيش حاجه خالص، ولكن في الحقيقه هو مضروب وقلبه مجروح قوي قوي قوي، وبيحاول يرجع تاني لطبيعته ما بيعرفش. نيته ايه؟ نيته يجي يقدم عرض تاني، هو مجروح قوي مش عارف ينساكم بصراحه، مش عارف ينسى الفراق ولا عارف ينسى الليالي دي كلها، وعايز يجي يقدم عرض تاني
وعرض حقيقي المره دي، ولكن هو متباطئ قوي. اعتقد انتوا بتتعاملوا مع برج ترابي او برج هوائي، لكن عرض بطيء جدا لاسباب كتير، انه موجوع، موجوع قوي قوي قوي، فعبال ما ياخد بقى يجي وبتاع، ف متباطئ، ولكن يوجد عرض وفي نيه للرجوع، دي اهم حاجه. انا عندي النيه بتبقى اهم حاجه. طيب نوزع الكروت كده. طب لو عزاب بقى، مين في طريقهم جاي؟ ممكن يكون حد قديم وممكن يكون حد جديد. عزاب من برج الجد، مش هاخدها عشان انا عشان هي سليمة كده. نقسمها بالطريقة دي. طيب عزاب من برج الجد، مين الجاي في الطريق ونيته ايه او مشاعره بمعنى ادق، وعايز مننا ايه؟ قلت مش هاخدها، طلعت لي تاني. الظاهر ان هو حد قديم ممكن، و العلاقه بينكم باظت، ومشاعره عايز يرجع، ولكن رجوع سريع ورجوع متهور على فكرة، مش سريع بس متهور. ممكن تكون انتم منفصلين من فترة قريبة، ممكن. خلينا ناخد كده. انتم منفصلين من فترة قريبة. حد ساب التاني ومشي وقال له مع السلامة، باي باي، وهو عايز يلغي الموضوع ده خالص، كأنه ما حصلش. عارفين زي السحر كده، يعني يعمل لعنة كده، يبقى في رجوع على طول، وعايز يعمل تغيير سريع زي ما قلت لكم، تغيير سريع قوي قوي قوي، ويرجع تاني يرجع العلاقة، تغيير بسرعة بسرعة جدا. بص، سحر ورجع العلاقة، يعني يعمل لعنة كده ويرجع. عايز ايه؟ عايز يرجع من الآخر، بيحبكم وانتوا كنتوا تصوني بتاعه، وكشف ده طبعا، وعايز يخرج من الحاله دي، لان هو بعد ما انتوا مشيتوا لقى نفسه كده لوحده، قال مش ما بديهاش بقى. فهو حاليا بيخطط وتخطيطه سليم جدا يعني، وعايز يعمل تغيير بسرعه جدا، تغيير سريع جدا زي ما قلت لكم، واحد بيدخل دخله سريعه، فهيجي لكم باقصى ما عنده ويدخل ويعمل ده. ولو حد جديد خالص ما تعرفوش، فهو شخص خارج من علاقه وعايز يدخل في علاقه بسرعه جدا، بس خلي بالك لو هو شخص جديد وخارج من علاقه كده، ما بيكونش متاكد من مشاعره قوي، لان ده دخول سريع قوي قوي قوي.